السلام عليكم يا جماعة، نبدأ على بركة الله محاضرة اليوم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. آخر مرة بس للتذكير فقط، كنا وصلنا إلى، بس أتذكر، حالة النسبية. إيه، كنا في الشروط القانونية، يعني وصلنا مبدأ النسبية والنسبية المشاركة. لما يكون في يعني عدة شركات يتقاسمون من بعضهم البعض تأمين على شيء واحد، ويكون فيه نسبية، بمعنى أنه صاحب الشيء المؤمن عليه يكون ما صرح بكامل قيمة هذا الشيء، سواء كان بيت أو سيارة أو أي شيء. واضح. فشفنا أنه في حال هذه، يعني اختلاط النسبية بالمشارك، كيف يتم، يعني كيف يتم التعامل معه. واخذنا اظن مثالين او ثلاثة على المبدأ هذا، دائما بذكر تابع او يندرج ضمن اطار المبادئ القانونية لعقود التأمين. الحين نمر على المبدأ اللي بعده، مبدأ المشاركة في التأمين من المسؤولية المدنية. المرة هذه نسوي بس شير سكرين. هذا هو مبدأ المشاركة في التأمين من المسؤولية المدنية. طيب، إيش معنى المسؤولية المدنية؟ بمعنى أنه في شخص يتسبب مثلا في حادث، والحادث هذا يتسبب في خسارة لشخص ثاني، يعني في عنده مسؤولية مدنية تجاه هذا يعني الشخص الثاني. يعني أنه في صار في إيش؟ في عندنا، أو الحادث كان بفعل الفاعل، مو شرط يكون ايش، يعني حتى لو كان مثلا مو، خلينا نقول مو عن قصد، بس بعطيك انا مثال. مثلا واحد عنده سياره، لا قدر الله صار قام بحادث وصدم شخص ثاني، او صدم سياره ثانيه وسبب في جروح للشخص الموجود في السياره الثانيه هذه، ففي عنده مسؤوليه مدنيه على هذا الحادث. وشركه التامين تصير ايش، تدفع التعويض عوض عن هذا الشخص للضحيه. طيب، في حالة عقود تأمين المسؤولية المدنية، يلاحظ أن هنالك عقودا تتضمن حد أقصى مسؤولية المؤمن أي شركة التأمين، وهناك عقود أخرى تكون مسؤولية المؤمن غير محددة، وبالتالي فإنه لتحديد نصيب كل مؤمن من التعويض المستحق يوجد لدينا ثلاث حالات. إحنا جالسين نحكي إيش على مسؤولية مدنية، بس إيش في نفس الوقت مو بشركة واحدة بس هي اللي متولية التأمين، لا، ما في شركتين، ثلاث، أربع، خمس شركات، منهم أكثر من شركة. ما في مشاركة مسؤولية مدنية، مثل ما كان مشاركة قبل في المثال قبل، مشاركة في النسبي. طيب، في عنا هنا ثلاث حالات ممكن ننظرها. شيل الصوت. طيب، قلنا في عن ثلاث حالات يمكن نتعرض لها يعني بالدراسه في المحاضره هذه، وهي اكيد راح تجينا بعدين في الاختبار. يعني ثلاث حالات، ما في اربع حالات، في ثلاث حالات وبس. اما يكون في عقود تامين تشاركيه، يعني عقود تامين بين عده شركات تامين على نفس الشيء مؤمن عليه، يلتزم فيها كل مؤمن بحد اقصى، وفي هذه الحاله يتم تقسيم مبلغ التعويض المستحق بين شركات التامين كل حسب الحد الأقصى المتفق عليه. يعني مثلا في عندنا عدد شركات، مثلا ثلاث شركات اتفقوا انهم راح مثلا يسووا تأمين على مصنع، بس لما سووا تأمين على مصنع هذا التأمين اتفق، يعني اتفقوا مع بعضهم، حدد كل واحد فيهم او كل واحدة فيهم حددت، قصدي شركات التأمين، وش الحد الأقصى اللي يمكن راح تدفعه اذا صار في خطر وخسارة، وراح تعوض الشركة هذه الخسارة. الطريقة الثانية أو العقود الثانية هي عقود تأمين لا تتضمن حد أقصى لمسؤولية كل مؤمن. يعني ثلاث شركات مثلا يأمنون على مصنع ضد الحريق، مثلا خطر الحريق، بس ولا واحدة فيهم بتحط لنفسها حد أقصى، يعني مفتوح، مثلا هتسوي شيك على بياض. في مثل هذه الحالات الخسارة اللي يعني تقع جراء هذا الحادث يتم تقسيمها بالتساوي بين الشركات مهما كان حجم الخسارة. يبقى في العقد الأول، في الأول من العقود، لا، يتم كل شركة تحدد من الأول، من البداية،
وش الحد الأقصى اللي تلتزم بتعويضه إذا صار فيه خسائر يعني. بينما في الحالة الثانية يتم توقيع العقود بس ولا شركة تحط لنفسها حد أقصى. في هذه الحالة الثانية أي خسارة بتصير بأي مبلغ يكون راح يتم قسمة مبلغ التعويض بالتساوي بين الشركات. النوع الثالث من العقود وعقود تأمين ميكس، هذول يعني فيهم عدة شركات يتولون تأمين نفس الشيء، بس من الشركات هذول في شركات بتحط حد أقصى وفي شركات تخليش حد الأقصى مفتوح. في الحالة هذه، في حال وقع خسارة، لما حين وقع وقت تعويض هذه الخسارة، الشركة اللي ما حطت حد أقصى يعني للتعويض يتم إعطائها أكبر حد أقصى من الشركات اللي حددت نفسها حد أقصى. شو عن الكلام هذا؟ عشان نبسط الأمور شوي، ناخذ مثال بالأرقام وسهل وعملي. مثلا في ثلاث شركات قاموا بالتأمين على مصنع تابع شركة ضد الحريق. مثلا الشركة الأولى قالت شوف أنا موافق على أني أتشارك في التأمين على هذا المصنع مع زميليات الشركات الثانيات، بس أنا راح أتحدث أقصى للتعويض 500,000، يعني أكثر من نص مليون ريال ما راح أعطي إذا صار في حريق. حلو، جت الشركة الثانية قالت أنا موافق، بس أنا إيش راح أحط حد أقصى 1,000,000 ريال للتعويض. يقول قائل طب ليش ما حط 500,000 مثل الأولى؟ ليش يعني دقت على صدرها وقالت أنا عوض 1,000,000 كم؟ ليش؟ لأنه اللي يحط لنفسه حد أقصى في التعويض هياخد نصيب أكبر في الأقساط. واضحة الفكرة؟ يعني هو إيش؟ يعني أنت تعرض نفسك صح المخاطرة أعلى عشان تعوض بعدين، بس بنفس الوقت إذا ما صارت المخاطرة، إذا ما حدثت المخاطرة هذه، أنت راح يكون راح يعقل لك بعدين الحظ الأوفر من القسط. فالعملية محسوبة هي. شركة ثالثة مثلا ما حطت نفسها حد أقصى، قالت خلاص أنا موافقة راح أدخل معاكم في التأمين، وما حط بس مفتوح. فرضا صار بعدين حادث مثلا بقيمة 3,000,000 ريال خسارة يعني. في التعويض بعدين الشركة الأولى قالت خلاص 3,000,000 أنا نصيبي 500,000، تفضل هذا 500,000. الشركة الثانية قالت أنا نصيبي 1,000,000 هذا 1,000,000. الشركة الثالثة أنا ما حطت نفسها حد أقصى راح تأخذ سر الحد الأقصى اللي يعني أكبر حد أقصى من الشركات اللي حدد سوي التحديد. بمعنى أنا شركتين، واحدة 500,000 حددت لنفسها تعويض والثانية 1,000,000. الشركة الثالثة راح نعطيها 1,000,000، أنا راح إيش راح نجبرها أنا تدفع 1,000,000 ريال برغم أنها ما حط نفسها حد أقصى. بس نشوف الشركات الباقيات اللي سووا تحديد، نشوف وش أعلى يعني اعلى تعويض فيهم ونعطيه للشركه اللي ما حددت حد اقصى. واضحه الفكره ولا شباب؟ واضح دكتور. طيب هذول الثلاث انواع من العقود التشاركيه راح نتعامل معاهم خلال هذا الفصل. خلينا نشوف الحين تمارين عمليه. هذا مثال أول شباب. في عنا شخص مثلا قام بالتأمين على المسؤولية المدنية لدى ثلاث شركات من شركات التأمين على النحو التالي: شركة تأمين ألف باء وجيم. مثل ما تلاحظوا هنا ألف وباء وجيم ثلاثتهم يعني حددوا نفسهم حد أقصى. هذا بالنسبة يعني إيش الشركات الثلاثة هذول. حين فرضا إذا تسبب المؤمن له في وقوع خطر مثل حادث سيارة مثلا لطرف ثالث، الطرف الثالث هذا استحق عليه تعويض مثلا بحكم محكمة قدره 60,000 ريال. في هذه الحالة كيف راح يكون التعويض؟ أول شيء بنسويه شباب لازم نشوف كم مبالغ التأمين قبل كل شيء، قبل نحكي على التعويض. يعني الشركات الثلاثة التزموا يعني أنهم يعوضوا كم؟ ألف 25 زائد باء 30 زائد جيم 45 هذا يعطينا 100,000 ريال. يعني هذا الحد الأقصى اللي يمكن إن إحنا نعوض به المؤمن له. مثل ما تلاحظوا الخسارة التعويض أقل من الحد الأقصى، يعني ما في مشاكل، إحنا نعوض 60,000 ريال هذول. بس كيف راح يتم تعويض 60,000 ريال هذول بين الشركات الثلاثة ألف وباء وجيم؟ هنا إيش ندخل مبدأ النسبية. بمعنى بنشوف الشركة ألف
كم وزنها مقارنة بالشركات الثانية با وجي؟ وزنها 25,000 ريال قسمة 100,000 ريال، يعني وزنها 25%، يعني من العدل أنه 1000 تعوض 25% من 60,000 ريال. با مثلا وزنها 30,000 قسمة 100,000، يعني 30% من العقد هذا، يعني 30% من العقد مسكته شركة با، يعني من العدل أن الشركة با لازم تعوض 30% من الخسارة. جيم مثلا وزنها 45,000 قسمة 100,000، 45%، بمعنى أنه جيم من العدل أنه جيم تعوض 45% مبلغ الخسارة. واضح؟ راح نشوف الحين كيف يتم. مثل ما تشوفوا، ها شوفوا نصيب الشركة 1000، هذا هو نصيبها في مبلغ التعاقد الإجمالي كله 25% ضرب مبلغ الخسارة، يعني 25% في 60,000 15,000 ريال، هذا يتم تعويضه من طرف الشركة 1000. باء تعوض 30% من 60,000 18,000 ريال، جي متعوض 45% من 60,000 27,000 ريال. لو نجمعهم مع بعض الثلاثة، 15 مع 18 مع 27، هذا بيعطينا 60,000 ريال، اللي هو المبلغ المستحق لتعويض خسارة الحكم به المحكمة للضحية. 60,000 ريال، واضح يا شباب؟ يعني مو بصعب. لا واضح دكتور. طيب خلينا نسوي الحين دكتور على تمرين الحين، أعطيكم يعني الأرقام. لنفترض أن أحد الشركات أمنت معلش دكتور، أعد السؤال من أول. قل لي نفترض أن أحد الشركات قامت بالتأمين، لنفترض أن أحد الشركات قامت بالتأمين على عمالها ضد حوادث الشغل، بالتأمين على عمالها ضد حوادث الشغل. أنتوا بتعرفوا شباب أنه أي حد الشغل بيصير للعامل يعني داخل المنشأة هو من مسؤولي المدنية لصاحب الشركة، فيعتبر ايش تابع مسؤوليته المدنية. قلنا حوادث الشغل، وقامت بالتعاقد مع أربع شركات تأمين، وقامت بالتعاقد مع أربع شركات تأمين، أربع شركات تأمين، شركة التأمين الأولى بحد أقصى، شركة التأمين الأولى بحد أقصى 200,000 ريال، 200,000 ريال. شركة التأمين الثانية بحد أقصى، خلينا نقول 300,000 ريال، 300,000 ريال. شركة التأمين الثالثة بحد أقصى 500,000 ريال، 500,000 ريال. وشركة التأمين الرابعة بحد أقصى 250,000 ريال، 250,000 ريال. ارجع للسطر. إذا تسببت حوادث الشغل خلال السنة المنقضية،
تتسببت حالة الشغل خلال السنة المقضية تسببت بخسائر للعمال استحقوا عليها تعويضات بقيمة مليون ريال. بقيمة مليون ريال. استخرج نصيب كل من هذه الشركات في تعويض الخسارة. السؤال الثاني. السؤال الأول دكتور وشو؟ قلنا استخرج نصيب كل من هذه الشركات في تعويض الخسارة. السؤال الثاني. أعد الإجابة عن السؤال الأول. في حال في حال كان مبلغ الخسارة مليون ونص ريال. كم المبلغ اللي صار؟ مليون ونص مرة ثانية. يلا شباب. هل أنت تجاوب عليه؟
انا حاول جاوبت حاول يعني تشغل عقلك وراح تلاقي الاجابه بلا حال. تمام اجابه سابسه. انت الحين يعني سويت يعني اصعب شيء، سويت الصعب، انك اكتشفت انه مبلغ الخساره تجاوز يعني اتفاقيه مبالغ التامين. طب انت الحين بالعقل يعني بالمنطق، الشركه راح تعوض مبلغ الخساره او لا؟ طيب خلينا نحل مع بعض احنا ونشوف. بس افتح البورد. طيب شباب احنا وش اللي يعني المعطيات اللي عندنا؟ في عندنا اربع شركات تامين صح ولا؟ عندنا كل شركه فيهم حددت نفسها حد اقصى. الشركة الأولى مثلا قالت أنا شوف أنا مستعد أعوض إلى حدود كام؟ 200,000 ريال. الشركة الثانية قالت أنا مستعد أعوض في حدود 300,000 ريال ما أكثر، هذا أكثر شيء مستعد أنا أعوض إذا صارت في خسارة. الشركة الثالثة قالت 500,000 ريال، والشركة الرابعة 250,000 ريال. والأول شيء نسوي وش نسوي شباب؟ نسوي مجموع مبالغ التأمين، هذا أول خطوة نسويها. مجموع مبالغ 1,250,000 ريال. حلو. مجموعهم 1,250,000 ريال. الخطوة الثانية شباب أنك تصير تقارن المجموع هذا إيش مع حجم الخسارة نفسه. مبلغ التعويض يعني. كم مبلغ التعويض؟ مليون. مليون. يبقى المليون هذا مثل ما تلاحظوا أقل من مبالغ التأمين، يعني أقل من التزامات شركات التأمين، يعني ما في مشكلة. شركات التأمين مع بعض الأربعة تعهدت مع بعضهم الأربعة أنهم راح يعوضوا الخسارة دام إنه الخسارة هذه ما تتجاوز 1,250,000 ريال. وهذا إيش حل الواقع هنا اليوم؟ مليون ريال. بمعنى راح يصير نصيب كل واحدة فيهم في التعويض نصيب الشركة ألف أو عفوا أولى من التعويض، يعني كم راح تدفع شركة أولى عشان تعوض جزء من الخسارة هذه. ناخذ أول شيء كم حجم الشركة ألف في الاتفاقية؟ 200,000. يعني 200,000 قسمة مليون و 250,000. ممتاز. ضرب مليون صح. 160,000 عوض. 160,000 معنى دكتور. عندي سؤال. تفضل. زاد فضلك دكتور. النواتج اللي يحسبهم بعد كل بعد كل نصيب من كل نصيب شركه لازم كلهم يسوون مبلغ التعويض، يعني مثلا النواتج لا لازم مليون لازم يسوون مليون. ممتاز. هذا عشان تعرف نفسك حتى في الاختبار اذا شغلك صح او لا. اذا جمعت بعدين كل المبالغ ولقيتهم يسوون مبلغ التعويض شغلك صح، اذا في اختلاف يعني شغلك خطا. نصيب الشركة الثانية من التعويض نفس الشيء، نشوف كم وزن الشركة الثانية في الاتفاقية التأمين. هي 300,000 على 1,250,000 ضرب مليون. ميتين واربعين ألف. الحين الشركة الثالثة 500,000 قسمة مليون و 250 ضارب مليون تساوي 400,000. آخر خطوة هي الشركة الرابعة 250 قسمة مليون و 250 ضارب مليون تعطينا 200,000 ريال. نتأكد الحين لو جمعنا هذا كل مع بعض 160 مع 240 400 مع 400 800 مع 200 مليون. يعني الشركات الأربع الحين نجحت في أن إيش؟ تعوض الخسارة حسب الاتفاقية اللي وقعتها من الأول مع اسمه مع الحليف أو مع صاحب المصنع.
طيب خلصنا هذه يا شباب، نمر على اللي بعدها. ايه دكتور؟ طيب اللي بعدها وش اللي تغير فيها؟ اللي بعدها انه صار مبلغ التعويض تعويض اكبر من مبلغ التأمين. ايوه هنا مشكل، هنا صار 1.5 مليون. اكبر مبلغ التأمين. هنا ما عاد نطبق مبدأ النسبية. ليش؟ أنا طبقنا مبدأ النسبية راح يصير مبالغ التعويضات اللي راح تدفعها شركات 1.5 مليون، حين أنه شركات الأربعة مع بعضها إيش؟ تعهدت أنه راح تعوض في سقف كحد أعلى 1.25 مليون. أي شيء يتجاوز هذا المبلغ ولو بهللة يصير إيش؟ على عاتق على مسؤولية صاحب المصنع نفسه، هو اللي يعوضه. يعني في حال أنه مثلا المحكمة أو القاضي حكم للعمال هذولا بتعويضات قدرها 1.5 مليون ريال، شركات التأمين بتعوض في حدود 1.25 مليون بس، وصاحب المصنع يعوض من جيبه 250,000 ريال. فلما يصير مبلغ التعويض عندي، دائما انتبهوا لهذا، أعلى مبالغ التأمين على طول سنصيب كل شركة والحد الأقصى اللي حددته في الاتفاقية الأولى، وما في داعي نسوي حسابات. سنصيب الشركة ألف على طول 200,000 ريال، نصيب الشركة الثانية 300,000 ريال، نصيب الشركة الثالثة 500 على طول، نحط لهم ايش؟ الحد الأقصى. ونصيب الشركة الرابعة 250. ويصير مجموعهم كلهم هذولا 1,250,000 ريال. والتعويض المتبقي يتحمله صاحب الشركة وصاحب المصنع بما قيمته 1.5 مليون. هذا التعويض اللي حكم به وأمر به القاضي، ناقص التعويض اللي دفعته شركات التأمين، ويصير صاحب المصنع يعوض 250,000 ريال. بالآخر العمال راح ياخذون 1.5 مليون، منهم 1,250,000 عن طريق شركات التأمين، وربع مليون عن طريق صاحب المصنع. واضح ولا يا شباب؟ فدائما انتبهوا، اذا وجدتوا انه مبالغ او تعويض الخساره تجاوز مبالغ التامين لا عاد نطبق النسب، تصير كل شركه بس ايش؟ تدفع حد الاقصى فقط، والباقي يتحمله المؤمن له، هو صاحب المصنع، صاحب السياره، حسب. واضح ولا يا شباب؟ واضح دكتور. واضح دكتور. طيب دكتور، هاي. ممكن يتساوون؟ يمكن عادي. إذا تساوون كمان نستعمل الحد الأقصى على طول. الحد الأقصى لو تساوى وصار مبلغ التعويض أكبر استخدم على طول الأقل. ممتاز، صح، هذا هو عبد الملك. يعني عندنا حالتين، إذا كانوا متساويين أو صار مبلغ يعني تعويض أكثر من مبالغ التأمين بنطبق على طول الحد الأقصى. إذا كان مبلغ التعويض أقل من مبالغ التأمين بصير نشوف النسب ونطبقها على يعني على كل شركة على حدة. واضح؟ واضح. طيب هذا بالنسبه للمثال الاول اللي قلنا فيه، او المثال او نوع او من العقود. هذا نوع من العقود يكون فيه كل شركه من شركات التامين تحدد من الاول حد الاقصى. في النوع الثاني شباب اللي ولا شركه تحط لنفسها حد اقصى، يعني تخلي الامر مفتوح. طيب في مثل هذه الحالات، هذه اسهل حاله ترى، لانه يعني اذا ولا شركه حطت لنفسها حد اقصى بيصير على طول ناخذ مبلغ التعويض اي كان مبلغ، ايا كان المبلغ، هلله، ريال، مليار ريال، مليون، نقسمه بالتساوي على عدد الشركات. شوف مثال الحين، هذا ما يحتاج فلسفه، على طول نطبق القاعده. هذا هو مثل، اذا كان مبلغ التعويض مستحق لاحد العمال باحد المصانع نتيجه لاصابه عمل هو 51,000 ريال، وكان صاحب هذا المصنع قد أبرم عقود تأمين لدى 3 شركات تأمين، ولا واحدة فيهم من 3 شركات هذول التزمت بحد أقصى، يعني تركت الأمر مفتوح. في مثل هذا النوع من العقود ببساطة يتم تقسيم مبلغ التعويض على عدد الشركات بتساوي، وانتهينا. يصير نصيب كل مؤمن يعني كل شركة تأمين من التعويض 51,000 ريال، المبلغ الحكم به القاضي لصالح العامل هذا، قسم الثلاثة 17,000 ريال وبس، منتهين.
فرضا القاضي حكم مثلا بمليون ريال وكان في اربع شركات تامين، تقسم مليون على اربعه 250 الف ريال كل واحده فيهم. مثلا القاضي حكم ب 100 مليون ريال وكان في خمس شركات تامين، تقسم 100 مليون على خمسه، نصيب كل واحد منها 20 مليون. سهله وبسيطه يعني، هذا اسهل نوع من العقود، ما يحتاج لا فلسفه ولا تحسب يعني مبلغ التعويض وتقارنه بمبالغ التامين وتشوف النسبيه، لا هذا على طول تاخذ مبلغ التعويض تقسمه لعدد الشركات وانتهينا. هذا ايش دائما انتبه في حال ان ولا واحده من الشركات حددت لنفسها حد اقصى. طب النوع الثالث من العقود الحين هو اصعب في واحد فيهم، انه يكون التامين مشترك. لسه الحين ذكروا لسه ما في مبدا المشاركه، بس المشكل في الشركات هذه اللي شاركت مع بعض عشان تغطي مبلغ، تغطي يعني الحليفه والمؤمن له، البعض منهم حدد حد اقصى، البعض الثاني ما حدد، يعني لا 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 جينا لا في النوعيه الاولى في النوعيه الثالثه، جينا بين البنين. يعني فرضا احد الاطباء قام بابرام ثلاث عقود تامين مع ضد على المسؤولين المدنيين، يعني اذا كان فرضا قدر الله سوى عمليه وصار في خطا طبي وسبب في وفاه يعني مريض، او سبب مثلا في في يعني في تعقيدات المريض، تعقيدات الحاله الصحيه، فالمريض يقدر ايش يشتكي القضاء، والقضاء يحكم له او يحكم لصالحه بتعويض. فالطبيب عشان يعني يبعد على كل ما هو مشاكل من هذا النوع سوى تامين مع شركه تامين، في حال وقوع مثل هذا الحادث شركه تامين هي تتولى نيابه عن الطبيب هذا يعني دفع الخساره او دفع اسمه التعويض على الخساره. هنا عندنا ثلاث شركات تأمين. الشركة تأمين ألف لم تلتزم بأي حد أقصى. شركة تأمين باء حد أقصى 20,000 ريال، وجيم حد أقصى 40,000 ريال. حلو؟ طيب فرضا الطبيب أخونا هذا قام بخطأ طبي تسبب بخسارة يعني أو يعني بضرر للمريض أو وبعدين القاضي حكم لصالح هذا المريض بتعويض قيمته 50,000 ريال. طيب هيك راح نتعامل مع المسألة، دام انه الف محط حد اقصى وفي المقابل باء وجيم حطوا حد اقصى، سهل الامور. كعقاب لالف لانها ما كانت واضحه من الاول، راح نحط لها الحد الاقصى الاعلى من الشركات المتبقيات. بمعنى هنا عندي باء حطت 20,000 ريال كحد اقصى وجيم 40,000، رحنا الالف هذه رح نجي نعطيها 40,000 ريال كحد اقصى. واضح؟ حتى لو هي ما اختارت، بس رح نعطيها الحد الاقصى الاعلى، مو الادنى مو الوسط، لا نشوف اعلى واحد فيهم ونعطيه للشركه، للشركه الف. فكانه اللي صار هنا، حد الأقصى ألف من اللي كان غير محدد صار إيش 40,000 ريال. فكأننا رجعنا إيش النوعية الأولى من العقود، كانوا كل شركة فيهم عندها حد أقصى، بس الفرق في النوع الأول من العقود تكون كل الشركات عن طواعية حدد نفس حد أقصى. هنا ألف لا، إحنا أجبرنا تأخذ إيش الحد الأعلى الأكبر اللي هو حق الشركة جيم. فصير كأنه عندنا صار عندنا ثلاث عقود، ثلاث شركات بقيمة مبالغ التأمين 40 زائد 20 زائد 40 100,000 ريال. وقتها نرجع إيش نطبق عليهم نفس مبادئ العقود الأولى، النوعية الأولى من العقود. يعني هذا إذا حكمنا ب 50,000 ريال زائد العادة، راح نقارن مبلغ التعويض بمبلغ مبالغ التأمين. التعويض هنا أقل مبالغ التأمين، يعني ما عندنا ولا مشكلة. في الحالة هذه راح نصير ايش؟ نحسب لكل شركه فيهم كم وزنها، مثلا الف 40 قسمت 40%، يعني الف راح تشيل 40% من الخساره، باء 20 قسمت 100 20% من الخساره، وجيم هي نفسها نفس الوزن حق الف 40 قسمت 100 40%. بمعنى راح يتم تقسيم تعويض 50,000 ريال هذه كما يلي: ألف راح تأخذ منهم
أو راح تعوض منهم 40%، يعني 20,000 ريال. بينما شركة باء راح تعوض منهم 20%، اللي هو 10,000. وأخيرا جيم، أنه عنده نفس وزن ألف، راح يكون نفس المبلغ اللي هو 20,000 ريال وبس. شفتوا يعني انتقلنا من يعني من النوعية الثالثة من العقود للنوعية الأولى، لأنه من إحنا أول ما بدينا كان شريك ألف من دون حد أقصى غير محدد. فأول شيء سويناه صحنا يعني أصلحنا هذه الوضعية الخاطئة، وصرنا حددنا لحد أقصى رغما عنها، مو بكيفها، رغما عنها أعطيناها أكبر حد أقصى في الشركات المتبقية اللي هو جيم. واضح شباب؟ أي طريقة التعامل لما يكون في عنا عقود مشاركة فيها جزء منها شركات حددت وجزء شركات ما حددت. فكرة واضحة ولا يا شباب؟ واضحة دكتور. طيب فنسوي تمرين آخر الحين أكثر تعقيد شوي من التمرين هذا، بس دائما في نفس الإطار. يعني سجلوا عندكم. لنفترض أن صاحب مصنع قد وقع أربع عقود تأمين ضد حوادث الشغل مع أربع شركات مختلفة. حسب المعطيات التالية. الشركة ألف أو الشركة الأولى الشركة الأولى حددت نفسها حد أقصى بقيمة 250,000 ريال. الشركة الثانية لم تحدد لنفسي حد أقصى، الشركة الثالثة سبعمية وخمسين ألف ريال. والشركة الرابعة لم تحدد لنفسها حد أقصى. إذا افترضنا وقوع حوادث شغل، تسببت في تعويضات، خلينا نقول في تعويضات بقيمة 1.5 مليون ريال. ما هو نصيب كل شركة من تعويض هذه الخسارة؟
سؤال ثاني أعد الإجابة، أعد الإجابة عن السؤال الأول، أعد الإجابة عن السؤال الأول. في حال كان مبلغ التعويضات في حال كان مبلغ التعويضات بس أشوف أحسبها مبلغ التعويضات مليونين، مليونين وثمانمائة ألف ريال، مليونين وثمانمائة ألف ريال. يلا شباب نحاول نحلها مع بعض. يبقى ايش اول خطوه نسويها؟ ان يعني نسد الفراغات، نملى الفراغات، مع انه عندنا اثنين عندنا شركتين حطوا انفسهم حد اقصى، هذول ما عندهم مشاكل، بس عندنا ثنتين ما حددوا حد اقصى، فلازم ايش نصحح او نصلح هذا الخلل، نملى الفراغات. احنا قلنا انه كل ما كان في شركه ما حددت نفسها حد اقصى، على طول بنعطيها ايش؟ اعلى يعني. حد اقصى من شركات المتبقي. هنا عندنا شركتين حطوا نفسهم حد اقصى، عندنا الشركه الاولى والثالثه، صح ولا؟ الاولى حطت نفسها 250 والثالثه 750، وصلنا 750 هذه، ونجبر او نلزم شركات الثانيه والرابعه بهذا الحد الاقصى كعقاب لهم، لانهم ايش؟ طنشوا يعني، ويعني وما حطوا انفسهم حد اقصى من الاول. ف نرجع نفتح هنا البورد. طيب هذه الحالة اللي عندنا، الشركة الأولى قلنا حد أقصى 250 ألف، الشركة الثانية من دون حد أقصى، الشركة الثالثة 750 ألف ريال، وأخيرا الشركة الرابعة كمان من دون حد أقصى. فإحنا الناظر شركات حتى نفسها حد أقصى هي واحد وثلاثة، ونأخذ أعلى واحد فيهم ونجبر ونلزم به الشركة الثانية والرابعة، فصير إيش هذا منه؟ يصير يتحول من دون حد أقصى، يصير لأنه هذا هو إيش أعلى حد أقصى بين الشركة الأولى والثالثة، يصير 750 ألف ريال، وهذه كمان 750 ألف ريال. هذا يعني أن مبالغ التأمين تساوي 250 زائد 750 ضرب 3، يعني 1 2 3 زائد 750 ألف ضرب 3، هذا بيعطينا مليونين ونص ريال. طب ما أنه هنا مبلغ التعويض اللي حكمت به المحكمة للعمال كان يساوي احنا كنا كام مبلغ التعويض شباب؟ مليون ونص، صح؟ مليون ونص، دام انه اقل من مبالغ التامين يعني ما في مشكله، بنطبق مبدا النسبيه. يصير نصيب الشركه الاولى مبلغ الخساره كله مليون ونص ضارب وزن الشركه الاولى 250 ألف قسمة مليونين ونص، ونصيب الشركة الثانية نفس الطريقة، غير أنه بس الفرق أنه راح يتغير الوزن هنا، راح يصير مليون ونص ضارب 750 ألف قسمة مليونين ونص. هنا قلنا كم المبلغ شركة أولى؟ قلنا نصيب
150 ألف صح؟ 150 ألف وهنا 450 ألف. حين ما إنه كلنا الشركات صح، مع الشركة الثالثة والرابعة عندهم نفس الوزن نصيب، يعني ما في لازم، يعني مو بلازم نخسر الوقت على طول نحط إيش 450 ألف ريال. وعشان نتأكد إذا جمعنا هذو كل مع بعض يعني 150 مليون و500 صح، زائد 450 ضارب 3 بيعطونا 1.5 مليون ومبلغ إيش؟ مبلغ التعويض المستحق، يعني شغلنا صح. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الحين شباب، اللي يتغير هو مبلغ التعويض. الحين القاضي حكم بمبالغ تعويض قيمتها 1,800,000 ريال، يعني هنا إيش؟ جواز مبالغ التأمين. يعني في الحق السؤال الثاني صار مبلغ التعويض 1,800,000 ريال، اللي هو إيش؟ يتجاوز مبالغ التأمين، هو 1.5 مليون. إحنا وش قلنا في التمرين الأول سوينا في المحاضرة هذه؟ أنه إذا تجاوز، التعويض صرف التأمين هو اللي صح الباقي، بيصير الحد الأقصى للتأمين هو اللي نستعمله، بس بيصير نصيب الشركة ألف هو حدها الأقصى، يعني 250 ألف ريال، بينما يصير نصيب شركة أولى مش ألف واحد، الشركة الثانية هو نفسه نصيب الشركة الثالثة، هو نفسه نصيب الشركة الرابعة 750 ألف ريال. يعني يصير التعويض كله، يعني مبلغ يعني تعويضات مستحقة أو تعويضات لشركات التأمين، راح تدفعها شركات التأمين، التعويضات المدفوعة من طرف شركات التأمين ببساطة 250 ألف زائد 750 ألف ضرب 3 1.5 مليون، هي مبالغ التأمين نفسها. الفارق الحين بين اللي دفعت شركة التأمين وبين المبلغ اللي حكم به القاضي ومسؤولية مين؟ هذا صاحب الشركة صح، ويصير التعويض صاحب التأمين نفسه. ممتاز، يعني صاحب الشركة مو التأمين، صاحب الشركة أو مسمى المؤمن له، فيصير الحين المتبقي من التعويضات اللي هو مبلغ التعويض المحكوم به من طرف القاضي ناقص التعويضات المدفوعة من طرف شركة التأمين 300 ألف ريال، هذا يكون مسؤولية صاحب المصنع. واضح شباب؟ واضح ليك صار. طيب خلصنا اليوم، يعني نشوف بس، يعني خلصنا الفصل هذا كله، لا لسه على مبدأ الحلول كمان آخر شيء، ونكون إن شاء الله بإذن المرة الجاية نكون خلصنا هذا الفصل. هذا الفصل اللي بعده هو هيئات التأمين. يعطيكم العافية. أي سؤالات شباب؟ يعطيك الصحة. شكرا يعطيكم العافية. خلينا بس نسوي التحضير.